هاي، وأوقات دافية إن شاء الله. فتنا بشهر شباط، يعني ما بقى في مزح، شهر الحب والألفة وعيد فالنتاين وعيد جميع القديسين وعيد جمع السياسيين. أنا عندي ضعف تجاه الرئيس بيرلين صراحة، ضعف شخصي. أنا بحبكم كلكم. والطقس للأمانة حلو، مع تلج وموقدة وكستنا وفقرة وفريا وكفر دبيان والأرز باللقلوق. هلأ ركبنا طاقة شمسية، هالطقس هيدا بشرفكن، ما بده هيك شوية بوب كورن ورئيس للجمهورية؟ يعني شو بيمنع يكون عنا حدا مولع هالشمني ببعبدة ويرش علينا هيك شوية حنان؟ وين رايحين؟ طبعا عجهنا. لا، مش لهالدرجة بدنا نتدفى، انه شوية حطب يعملوا لنا جو بس مش جهنم. لا، هيديك الايام ما رح ترجع، يمكن يجي اسوأ بس كش برا وبعيد. العمر مش بعزقة. بالتأكيد بالتأكيد انه لبنان اللي بده يسلمه لرئيس جديد رح بيكون وضعه. اذا بدكن يعني احكي اسكتوا. وبهيدا الطقس اللبناني الحلو قربنا على الحلو، يعني 16 شهر من الفراغ بزيادة. إذا ما نكون شفقانين علينا، شفقوا على هيدا القصر. يا حب وين الكادو بقلبي وسكانه. عم نصرف عليه ميزانية قد حتى نلمع الفراغ والقزاز ونشحل الجنينة وننفض الغبر عن السجاد ونعمل صيانة للسيارات الواقفة بالباركينج حد نافورة قصر بعبدة. قصر بعبدة يا جماعة إلو ميزانية، إن في رئيس أو ما في. وبقي في القصر 200 موظف عملهم ثابت هنا، بينصرف على مكتبه والقرطاسية حتى لو ما في ولا بيان عم بيطلع. وهلأ بحبشوا منيح بميزانية 24 وشوفوا شو بيطلع لكم. طيب بشرفكن، مش حرام هالمصريات تروح هباء منثورة؟ هات لنجيب عليهم رئيس يصرف ويفت ويتدلع. قدي صار لك بلا رجل؟ من سفر ونفر ما ندي انزفر سكتي. بكل الأحوال يلا هانت، وصلت الخماسية على عين التينة وعملت أول اجتماع تأسيسي، وقد منن عن جد حلوين بالصورة ما عرفناهم. اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوه، ايه اليوم الحلو ده يا جماعه؟ ها، 5+1 اللي هو قد الكل. الرئيس نبيه بري ضيفهم للسفرة شوكولا من عند محمد شقير وقال لهم طعم التم تستحي العين. بحب رحب بصاحب الحفل الكريم وبقول له وزع شوكولاته وطعمينا، لا 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 لا، هو عن جد ضروري نعرف أسامي المرشحين، يعني هيك إن شاء الله بتقطع على السياسيين اللبنانية إنه خبرية مواصفات ومعايير وموازين ورئيس يلتزم بالإصلاحات. العمر إلكن بهاي المزايا كلها. تعو 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 لخبركن يا خماسية قصتنا بكلمة صغيرة. فطمني يا أختي، فطمني يا قصة البلاوي أنت. نحن من زمان كنا ننتخب، كيف كنا ننتخب رئيس على طريقة أبو يعرب وأبو عبده. ها، مش ممكن توصل أوان غير ما تكون رايح عشان. بعد خروج الفروج السوري من لبنان رحنا على مؤتمر الدوحة. بدك تقول هنيك في موازين قوى إقليمية. اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد. ولما انقطعنا من الرعاية الدولية والإقليمية صرنا نعمل رئاسة شغل إيد محلي. وبحب البلدي البلدي، بحب البلدي بجد وبحب البلدي. ومن يومها فتنا بالفراغ. عندكن 2.5 سنين تمترس فيهم حزب الله ورا العماد ميشيل عون، يا بيوصل الجنرال يا اما 60 عمره ما يكون في رئيس. واليوم صفينا على الخماسيه مع تعطيل 16 شهر، فاذا ما بتقولوا لنا يا جناب الخماسيه مين مرشحين للرئاسه
ما حدا من هول اللي خبرناكن عنهم رح يلتزم بالمواصفات، فهموها شوي الله يرضى عليكن معنا، هموها معنا وكشفوا عن هالورقة المخفية بشهر شباط. غير هيك يلي عم تعملوه مثل ما قالت أليسا كله وهم. كل فترة وفترة نتعرف على كلمات ومصطلحات حديثة، مثل لما تعرفنا على وزير تكنوقراط ها وبلبنان، ما بتصير هاي. وأوقات بنسمع بمصطلحات مثل أوليغارشية، يعني يلي موجودين بس بيقطعوا إيدهم وبيشحدوا عليها. وأوقات بنسمع بكلمات بتضحك مثل هرج ومرج كر وفر. كر والفر، كر وفر، كر وفر. بس بتبقى أكتر كلمة مستغربة بس بنفس الوقت، بنفس الوقت بتضحكنا هي كلمة دولة. في حاجة حضرتك؟ قصي بقالي كتير ما سمعتها. كل شي حواليك بلبنان بيقول إنه ما في دولة. نسمع عنها كتير، مثلاً كل الوزراء عنا بينجدوها وكل النواب بيطلبوا منها، بس هي شو بالتحديد؟ أوكي، يعني هي شي ضايع منلاقيه لشادي لفيروز بس ما منلاقيه للدولة. حتى دورها ما بتقدر تلاقي لنا الدولة، يعني هي الشيء يلي لما بتقول ما لقيته بتقلك أمك، وإذا قمت ولقيته وبيكون الشيء الوحيد الوحيد اللي حتى الأم ما فيها تلاقيه بس تقوم. أشوف لك يا رب. بكل العالم العربي لما يقولوا إجت الدولة بيركضوا ينتخبوا. نحنا بس حدا يقول إجت الدولة بنركض لنشغل الأذان والغسالة سوا. يعني نحنا منقيس الدولة عنا بالأمبير، أوكي؟ بس نحنا منصير نعمل اللي علينا، منقول هات لنشوف إذا الدولة مخباية بجارور ملفات غادة عون. لا. إذا مخباية بمستندات حسن فضل الله. لا. إذا مخباية بخطة حزب الله الاقتصادية السرية. لا. بالبرنامج الانتخابي لميشيل مر جونيور. ما بعرف، مش حقول. بألبوم أليسا الجديد. لا. بس بالأسف منلاقي كل شي ذكرناه وما منلاقي الدولة. كنا بلشنا نستسلم من أطول لعبة غميضة بالعالم عم نلعبها مع الدولة، لحد ما فجأة بهل هليلة وبتطلع علينا. الله لك يا شعب الغلا. كان لنلاقيها المطلوب بس نسلم عليها ونقلها مرحبا دولة، وهي لحالة بترد علينا. أهلاً أهلاً. مرحبا دولة هو اسم برنامج سكتشات أو مسلسل إذا بدكن، بيحكي باختصار عن يوميات مخفر شرطة بلبنان، يعني شي هيك مثل مسلسل بروكلين 99. بس بدل غنية I want it that way okay، بغنوا تسلم يا عسكر لبنان أو بوس الواوا حسب عن شو الحلقة. أوكي؟ وما صار له البرنامج أسبوع نسمع إنه الدولة رفعت دعوة على مرحبا دولة. إنه فكرنا بالأول إنه الدعوة مقدمة لأن البرنامج عم بيسيء لهم، بس طلعت القصة إنه رافعين دعوة انتحال صفة بس لأن الناس بلشت تضيع إذا المسلسل وثائقي أو كوميدي. دولة تاج راس أمك ولا النظام فاعسك يا هو. لكن الدولة رفعت دعوة على مرحبا دولة، أوكي؟ رجعت الدولة ردت دعوة الدولة اللي مقدمتها على مرحبا دولة. لحظة، كنا بدولتين، هلأ صرنا بثلاثة. يعني الدولة يلي فكرنا حالنا لقيناها ما طلعت هي الدولة. طب الدولة يلي ردت الدعوة هي الدولة؟ أنا دخلت، هو أصلا الموضوع دايخ دايخ. طب معقول الدولة يلي ردت الدعوة هي الدولة الحقيقية اللي كلنا عم نفتش عليها؟ طب إذا اتنيناتن دولة ليه في اتنين دولة؟ وسؤال أهم، هني دولتين
بس بلبنان أو أكتر. كل مؤسسة هي دولة، النيابة العامة دولة، قوى الأمن الداخلي دولة، والجيش دولة، وحرس المجلس دولة بلا شك. طبعاً طبعاً الغريب إنه هالدولة مثل نجيب ميقاتي دايماً بتجي بالوقت الغلط، إنه هالدولة ما اعتبرت إنه عيون العالم يلي طارد بالمظاهرات بتسيق لسمعتها، ولا اعتبرت إنه إخلاء سبيل موقوفين بتهم فساد وسرقة وأدوية مزورة بسؤولة، وما اعتبرت إنه عملية إجلاء عميل جزار تحت أنظارة بسألة. كل هول لا، اللي بيسيق هو مسلسل ببلد الكل بيعرف فيه بعضه. نحنا مش بنسمع الخبريات، نحنا منشوفها ومنعيشها ومنعرف شو اللي بيصير واللي ما بيصير بالبلد، وجايين يقولوا انه هيدا عم بيشوه صورتنا. اللي بيسيق لسمعة الدولة يكونوا عساكرة بيشتغلوا شغل تاني كرمال يعيشوا، مش كرمال يزيدوا مدخولهم، لا كرمال يعيشوا وبس. واللي بيسيق لسمعة الدولة تنسرق أموال الناس، تقوم الدولة تتفق على الناس لتحافظ على مصالح أصحاب مصارف حرامية. لما ينفجر مرفق بنص العاصمة وثلاث سنين ونص ما تقدر توقف مسؤول كبير ولا تعرف أي تفصيل عن السبب، لما تشحد الدولة كراتين إعاشة العساكرة، هيدي الإساءة مش سكتش كوميدي. لما يتم سرقة مساعدات عبارة عن ظروف شاي، ظروف شاي وتتوزع على عناصر، هيدي هي الإهانة الحقيقية. بس بظل الدول اللي جوات دولة رح يبقى ما في دولة، ورح نبقى نقول مرحبا دولة، وعرفانين إنه لا تندهي، والله والله اللي اسمه الله ما في حدا. مشاهدينا كما جرت العادة هلأ صار وقت سلمى. هاي يا سلمى. هاي، كيفك يا سلمى؟ أنا منيحة الحمد لله، إن شاء الله دايما يا سلمى. شوفي عنا اليوم لوك لوك جاي نحكي فيه. اليوم عيد الحب أسبوع الجاي. إيه؟ حسيت كتير بكير أحكي عنه. إيه؟ بدي أحكي غير شيء. ما أنت ما بتقدري. ما بقدر. لازم نحكي عن شيء. إيه؟ إذا ما حكينا عن العالم والمسؤولين والدنيا والشعب اللبناني، بنحكي عن العائلة، بنحكي عن حالنا. بس اليوم بدي أحكي مع حدا. بدك تحكي مع حدا؟ أعلى سلطة بالدولة، مش حزب الله. أوكي. رئيس الجمهورية المنتظر. المنتظر؟ أبداً. المنتظر بدك تحكي معه؟ مش مفروض يصير في عنا رئيس جمهورية؟ مفروض. مفروض. إيه. بدنا نمشي بالافتراضات بهالبلد، شو بدنا نعمل؟ هلا أنت بتحبي تمشي، أنا كل شيء افتراضي ما كتير صراحة. حق معك حق، بس أنا بدي أشوف إذا بقدر وجه رسالة. إذا بتقدري بتلحقيه. إذا إيه؟ يعني أوكي. لأنه حميت. أوكي. أوكي معك، تفضلي شو بدك تقولي له؟ عزيزي الرئيس. عزيزي. أول شيء أنت مش عزيزي. ميرسي. إلى أن تثبت العكس. ميرسي. منوش عزيزي. عم بقول ليش ما رديت علي لما قلت عزيزي. نعم. أوكي. لأنه الأستاذ ميشيل عون فكرني عزيزي، طلع الله يكون بالعون. مش ضابط. بحال قبلت الوظيفة أو قبلوك بالوظيفة، في كم شغلة حابة أنا وياك نحكيهم. بالدستور رئيس الجمهورية اللبنانية هو رئيس دولة ورمز وحدة الوطن. شوفي لي هالكذبة. كنت رح زال. لا 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 لا، وحدة الوطن بدك تحفظها عن غايب، هيدي مش ضروري تفهمها، لأنه خطر الانزلاق بحرب الأهلية موجود بحيلا لحظة. علوشي صالي للللو، على قللو هاجر توني، حلوشي وتوني صالين على بعض. حقد بيوعى فجأة، لأن الدولة طبعا مش مارقة من حد كلمة المصالحة. أصلا ليه دخلك بيسموها حرب أهلية؟ أو أيه ليه؟ ليه؟ أقولك لأنه أهلية بمحلية، نتفت شيعة نتفت سنة شوية دروز رشة موارنة. إنه هيك أهلية بمحلية. حرب على الخفيف. المجموعة المتوفر والمحدود الحاضر يعيد أمجاد الماضي. البلا مخ يعني المتعلم هو اللي بيعمل حرب أهلية. صح ولا لا؟ عندك دولة لا بتفك ولا بتربط أستاذنا، الأحزاب غير وضع، بيفكوا قوانين وبيربطوا كم واحد على جنبهم. مفروض حضرة رئيس الجمهورية تسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته
وسلامة أراضي. شوف قد كبيرة هالجملة. هلأ تسهر ما بظن، ما في كهرباء، يعني الضو يلي مفروض نشوفه بتونيل رح نشوفه بتونيل بس نموت، بس نتوفى بالآخرة. أما بالنسبة لسلامة الأراضي، احتل لبنان المرتبة الأولى كأسوأ بنية تحتية وطرقات. كرمل هيك كونك ماروني بدك تتكل على مارمطانيوس البدواني ينور طريقك. الصلاة استاذ، الصلاة بفيدك أكتر من التنظيم المدني. فخامة فخامة؟ ايه مش استاذ، هو فخامة. فخامة الرئيس منه. عم نفخمه؟ بنقول بتقولي فخامة الرئيس. فخامة الرئيس، ايه؟ نحن بهيك شاطرين ان نفخم. ايه وين الفخامة؟ هلا في الأشطر انك انت عم تحكي مع رئيس منتظر. كملي انا كثير مبسوطة فيك عزيزتي، كملي. كنت بقول لك صلي لمر شربل، بس اخواننا دروز والشيعة للصراحة محتلين عناية. يعني مار شربل قدر يجمع شعب اللبناني، غيره ما بظن قادر يعمل عجائب. البلد يلي رح تكون رئيسه إذا الوالدة نسيت تدعي لك، بالمرتبة ما قبل الأخيرة كأتعس دولة بالعالم. عرفت بتفتش على لبنان بالنسبة للسعادة ما بتلاقيه، مش موجود. الشعب هو بحاجة لسعادة، صحيح أنه الشعب منه مهم يعني ومفروضين فرض على السياسية، بس بظن أنه الشعب بحاجة لكلون أكتر من رئيس لحتى يمشي حاله. موال ارجع يا سعد، أطول من موال الست أم كلثوم، بيشبه موال لبنان سويسرا الشرق. شو في لي هالكذبات؟ يعني الدلولو، عرفتيها؟ الدلولو لازم رئيس جمهورية يتعود على الوضع. فخامتك استاذنا، ما في ولا وزارة ماشية كما يجب، لا بل جدب. ممكن تلاقي حل لشرق الأوسط تسلم لي، بس طوابع مستحيل. إذا حظك حلو بتسمع كلمة أمرني من زلمة على باب الوزارة، هيدا أستاذنا بيجي أهم من الوزير، بيدبر لك أمورك بلحظة، بيخلق لك طوابع وحتى بيلحسوا إذا اضطر. ما عليك إلا تفوت بتونيل مفاوضات معه تيزبط لك السعر من 5000 للمليون ليرة إذا محظوظ. وفي مع هيدي البوطة الفالي باركينج، هودي ما بيجوا بيقولوا لك أمرني، بيقولوا لك أنت وكرمك، لأنه طبعاً ما في قانون يحدد أسعار. ودخيلك استاذنا ما بدك تنسى انه لبنان بلد العجايب. المافيا بيعتبر غيره مافيا، بيصير شيء بيسموه تياتر اونابيم، مسرح بقلب المسرح وبتخبص داليا. انت المافيا؟ لا انت المافيا. لا مين المافيا؟ انا ما رح اقول. انا ما رح اقول. نحن 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 المافيا. وانتبهي هودي المافيا خيار الشعب. مين بيكون المافيا؟ نحن، بس نحن. اتعود على إلقاء الكلمات الحلوة والعميقة، كون طلق. قول مثلاً لبنان، حط لها ضمة واعطيها كم دقيقة صمت وتفرج يا معلم. من بعدها بيصير فيك تطلب وتشكر كل دول العالم على المساعدات. عيد وراي حضرة الرئيس، شكراً، ميرسي، تانك يو، غراسياس، تشاكولار، كفو، خلي ممنون. احفظهم احفظهم، رح تعوزهم كتير خلال رئاستك. للصراحة حضرة الرئيس شغلك فيه تعب. كرمل هيك المعاش رح يضلوا سير المفعول بوجودك وعدم وجودك. بس شو بدك بالحكي؟ قدي رح يحبوه الناس يا داليا إذا إجا وكسر حلم طفولة جبران باسيل، ويقوم ما يطلع جبران باسيل رئيس جمهورية؟ قدي منبسيط. أنا بنبسيط. الصلاحيات كلمة حلوة بس كبيرة، كبيرة رح تسمعها كتير وما رح تستعملها. كرمال هيك بتزبط لي شبوبيتك، بتلبس لي أحلى بدلة، بتسقطها حلو، مبتسم بالصور، بتفرج العالم الصورة الحلوة عن لبنان. يعطيك العافية، شكرا كتير. رهيبة. هيدا كله ولرئيس منتظر. منتظر الحمد لله. أنا بظن بس يسمع هيدا الشيء حتى جبران رح يبطل يقدم. لا غلطاني غلطاني. هيدا عشب إبليس بالجندة حبيبتي. لا مش مزبوط هالكلام أبدا. يعني إن شاء الله يأثر بحدا أو يجينا حدا غير ميشيل، لأنه ميشيل عون ميشيل سليمان خلص طفى هالكلام. أنا ميشيل ما بقبل يكون رئيس جمهورية بقى. أهم شيء إنك أنت ما بتقبلي. صحيح. أهم شيء، وأهم شيء إنك الكلام اللي أنت عم بتقوليه رح يؤخذ على محمل الجد. وأهم شيء أهم شيء أهم شيء يمكن ما بنعرف. بيعجبني الحالي الحالي اللي بتعيشي. دلولو دلولو. ايه بالضبط، هيدي هي. سلمى بتشكرك. ميرسي كتير. اوكي، وليكي فيكي تبلشي تحضري لفالنتاين، مش غلط.
يا الله بدي احكي لانه حب. انت هلا بلشتي بالرئيس، عن مين بدي احكي اذا بدي احكي حب؟ باي سلمى. مشاهدينا بريك ومنتابع. كلنا تابعنا الاسبوع الماضي الضجه الكبيره يلي اخذها وثائقي اليسا على نتفليكس اتس اوكي، من معجبين لنقاد فنيين لفنانين، تعليقات بالجمله على مواقع التواصل. الشيء الاكيد هو انه اذا حبينا نعطي عنوان تاني لهالوثائقي من كلمه وحده ما رح يكون في انسب من كلمه الجرأة. في ناس كتير بس يقولوا اليسا اوف شايفه حالها، ما بتتحاكى لئيمه، ما منطيقه. أقوى من لقب ملكة الإحساس وأحداث بتفرجي قديش هي إنسانة حقيقية ما بتعرف الزيف، من أيام طفولتها يلي ما خليت من إحراجات ومواقف صعبة، نذكر منها زواج أختها وصديقتها الأقرب على قلبها عن عمر 14 سنة لتعلقها القوي بوالدها، وعلاقة معقدة مع الأم اللي كانت جدية لحد القساوة. نرجع مننقل ليوم انتقالها من حضن العيلة للحياة بالداخلي، لدموعة لما التقت بمربيتها بدار الأيتام بعد مرور 40 سنة. في جرأة نادرة بسرد الأحداث. هاي أنا. ومن أولها كيف تجرأت على رئيس التيار الوطني الحر جبران بسير. في سنة 2014 بسير يعد أمل. مش هين يا جماعة الإنسان يفتح دفاتر حياته بعالم ما بيخلى من تشويش ونقد لازع وإعادة صياغة أخبار وعالم عايش على التنمر، والأجمل من هيك بيتباهى فيه. وبوقت الفنانين بيعالجوا مواضيعهم الشخصية على مبدأ مش سر بس هو مش للنشر، منشوف الفنانة أليسا عم تدعي الجميع على ألبوم حياتها. قبل ما ينزل دوكو سيريز وتفوتوا على بيتي وعلى حياتي حبيت احكيكم انا ديراك. في جرأة استثنائية انه فنانة تعلن عن ندمها على عمليات التجميل وتقول بالعربي المشبرح انها مرقت بفترة مش قادرة بقى تشوف حالها بالمراية. تحديت ظلم المجتمع، العنصرية، الذكورية، أول مرة العالم بتشوفني. ومش كل يوم نحن بنشوف فنانة بتقول انها غلطت لما أعطت التوزيع لشركة غير روتانا، وفي جرأة لما طالبت طبيبة بعدم الخضوع لجلسات الكيماوي خوفاً على جسمها، وإنها تعرضت لأزمة نفسية أصعب من المرض بعد تنمر البعض عليها. أليسا يلي بتحكي بالإعلام بالتفاصيل عن رفض استئصال الثدي عند أسبابها. أول حبة هرمون أخذتها خلاص عملت مينوبوز، كانسر طلع من وراء علاقة حب كانت فيري توكسيك. هي اللي بعدها عم بتعاني من آثار جانبية من الحاجة الدائمة لأنها تلبس الكف بإيدها، وهي يلي خصصت جزء من وقتها لتوعية المصابين بمرض السرطان. شو كان جواب البعض على هيدا الموضوع؟ طبعا تعليقات إنها عم تستغل مرضها وبتضل تحكي فيه. I'm going to the operation room. يا خيي نحن قبلانين بالنيابة عن الفنانة أليسا، إذا كان كتر الحكي بموضوع السرطان بيعمل توعية عن كمية هيدا المرض يلي كتراني بلبنان والعالم العربي، خلي الحكي يضل ويضل التهكم طالما الهدف هو الكشف المبكر. وعلى كل حال مش جديد على أليسا التعايش مع تمن المواقف الجريئة، هي يلي انحرمت من دخول سوريا وتعرضت أكثر من مرة للتهديدات بسبب آراء السياسية. أكيد مش لحاله مسؤول عن خراب لبنان، كلهم ساعدوه لوصل أنه يستلم السلطة بلبنان. مش جديد، ومؤخراً تعرضت لعدة انتقادات بسبب إحياء حفل بألمانيا بظروف أحداث غزة، مع أنها قالت خلال الحفل أنها مضطرة لإحيائه التزاماً بالتعاقد يلي اتفقت عليه قبل بداية الحرب، وطالبت جمهورها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء. أنا مضطرة أعمل شغلي لأنه لازم أعمل شغلي، بس نحن عارفين شو عم بيصير اليوم. مش جديد، ومؤخراً تعرضت لانتقادات واسعة بعد ظهورها بالرياض ببنطلون ستايله مخزق. ولا جديد أصلاً على أليسا تعطي رأي ما بيرضي الكل،
هي اللي رفضت اعتبار المرأة اللي ما عندها ولد ناقصة أو الرجل اللي ما عنده ولد ناقص، ومع إنها أكدت إنه أعظم دور بتلعبه المرأة هو الأمومة، ما ترددت تقول رأيها الصريح وتنهي جملتها بعبارة مش كتير شعبية: الولد مش سند. يعني فيك شير الولد مش سند برأيك؟ منه سند، منه سند. I don't care، ما بده يحبنا ما يحبنا، يعني أنا ماني هون لأرضي كل العالم، عم بعمل شو لازم أعمل. هيدي هي الفنانة أليسا، الإنسان الحقيقية قبل ما تكون ملكة الأحساس، الإنسان الصريحة يلي ما رح تمشي على كتالوج الناقدين والمتنمرين قد ما حكيوا وبحوا أصواتهم. ومننا نحن فريق برنامج فشة خلق منقلك أليسا شابو. اسمعوني منيح يا جماعة، ما بقى تفتشوا عن رئيس نابغة بسنين جاي، حتى ما تحتاروا وتجيبوا خماسية وسداسية تحطوا لكم المواصفات والعلامات. ها هاي صار عندكم من اليوم شخصية بتبتكر الإبداع والتفوق، أوكي، وبتقدر تكتشف مين السطلة من الفهيم. أنت الأول بالآيكيو تيست بين 113 دولة. شكراً على إحرازك هاللقب. هو هلأ طفل بس انطروا عليه هيك كم سنة. أذكى طفل في العالم، هذا لقب استحقه اللبناني كريم الحلبي ذو 14 عاماً بعد أن فاز للمرة الثانية. آيكيو 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 وين ما كان شوف آيكيو سيرتي. هيدا دواء رح يحل كل الأزمات من بعد ما اجتاز اختبار الآي كيو تيست وهزم كل الفطاحة اللي سبقوه بالتاريخ بمعدل 285 من 300. لي الله مش عطيني ذكاء. بتعرفوا شو يعني 285؟ الدراسات بتقول انه المرحوم اينشتاين بجلالة قدره لو كان عايش ماكسيموم كان بجيب 160. يعني هاودي العلماء كتير كبار ومنهم يمكن اينشتاين وهاودي قالوا انه قراءة كتاب فيزياء كم. هيدا بيعني انه الطفل كريم الحلبي مش انسان عادي، كريم سوبر كمبيوتر فيك تنزل عليه هو شخصيا ويندوز 11 وتفرمته بالسنة مرة. طلع مخبركم ولما تجيني PS5 حشو أو بلاي ستيشن 4 برو. لك بدور الكمبيوتر بفوت عليه مثل الفايت على قطه. جوجل ما جوجل انترنت مدري شو. أو بتصير لما تسأل تشات جي بي تي عن شي موضوع بردلك لحظة لأسأل كريم. معدل ال 285 بالآي كيو تيست بيعني إنه كريم بالمدرسة هو اللي بحط علامات للأساتذة والمعلمة هي اللي بتاخد منه إذن لتفوت على الحمام. تبدو وكأنها سهلة، معادلة من الدرجة الثانية لكن بها معضلة. هي هي ما اقتراحك؟ هلأ بالبداية كلنا صدقنا واستضفناه على الشاشات وفرحنا فيه، وهون هون نحن عنا هون بالجديد كان ضيف ومرقت علينا وقلنا الحمد لله خي طفل يحكي بالفيزياء النووية أحسن للأمانة من 100 نائب بيشلف صرامي سياسية عادي. كريم الحلبي هو واحد من هالأشخاص يلي قدر يفوز بالمركز الأول بمسابقة نسبة الذكاء العالمي. بس طبعاً بعد التدقيق مثل العادة الفرحة ما تمت وطلع الآي كيو تبع كريم مش عالي، بس الآي كيو تبعنا هو يلي واطي، وطلع الإنجاز الوحيد يلي عمله كريم هو تظبيطة هالفوتوشوب تبع المرتبة الأولى. وما في مجال للغش بهذا التست صح؟ أكيد ما في مجال. أكيد ما في مجال. عن جد قديش مبهر هذا الشيء. صبي عمره 13 سنة احتل الأخبار والشاشات وصدقناه كلبنانية إنه أذكى شخص بالعالم وخلينا نفتخر فيه. انبسطنا كتير إنه تعرفنا عليك، إن شاء الله لقدام بالمزيد من النجاحات. صباح الخير. صباح النور. كيفك كريم؟ الحمد لله. ماشي. شو يعني نسبة الذكاء العالمي؟ فسر لي. أول شيء خليني صبحك يا جميع المشاهدين يلي عم بيشوف. إذا بعمر 13 وهيك هيدا أكيد لما يكبر رح يصير ذو منصب بلبنان، أكيد أكيد إله مستقبل واعد، بس مش بمجال الفيزياء النووية، يمكن بالصواريخ البالستية أو شيء هيك. الله يحميه، أفلام جعابر للقارات. علاقتي أنا والسفير الروسي
امبارحه كان عندي وعطاني هديه تكريميه تقريبا اللي هي والمصيبه ما انتهت هون. المصيبه انه الدوله ناطره اي حدا تكرمه لتحس حالها عملت انجاز. ان شاء الله واحد بس اخترع شوكه للشوربه، المهم نعمل شيء. هلا تم تكريم النابغه رسميا والحمد لله، ما حدا تحمس وحط له صورته على شي كيس قلوبات اكسترا. يعني افترض مصرف لبنان صدقك وجابك كونسلتنت لتحل الازمه الماليه، شو كان صار فينا ها؟ هلا اكيد الاي كيو تبعك اعلى اعلى من القيمين على مالنا واقتصادنا، بس هاي مش مسحه يا عيني. ولد اما حته ولد عقله يوزن بلد. بعدين يا عيني اليوم نحن بعصر الزكا فيه ما بيفيد، لا بيشد لك صبايا ولا بيجيب لك مصاري ولا بيشهر. اليوم اذا بدك العالم تحكي فيك افتح لك شي مصلحه، اشتري لك موتو، قص شعرك قصه الزعران، وخلي حدا يصورك عم تعمل عروضات اي شي مع اي شي، وخد لك على عز وشهره. اما هيدي اي كيو وفيزياء نوويه مش قلنا عمي هالقصص. في معلومة إضافية إنه هذا الموقع بس بخليك تفوت تعمل آي كيو تيست، هيك بسموه يعني، بس منا مسابقة. اليوم بلبنان النجاح مش للذكي، النجاح للحربوق. فرتب أمورك حبيبي وفتش على الإنترنت على مسابقة اسمها إتش كيو تيست بدل آي كيو تيست، هيدي على الأكيد تنجح فيها. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ترفع اسم لبنان عاليا بلا فوتوشوب. بعرف إنه في كتير عالم اشتاقوا لها، لأنه في كتير عالم عم بيسألوني عنها. أم خالد صارت جاهزة تطلع معنا. أم خالد منورة. منورة. اشتقنا لكم. ايه ونحن كمان والله اشتقنا لك من الامارات وهلا من السعوديه وحلو ايام وجو. والله الشمس مشرقه في السعوديه يا سدانيا. بعرف ومشرقه بالجيزه كمان. اشتقنا لك، كيفك شو عم تعملي بالسعوديه ووينك انت هلا؟ والله بالاكثر. بدايه قبل اي شيء سدانيا بدي اطلب من جمهور طيارنا ممنوع منعاً باتاً حدا يقوس طلقة وحدة بس أطلع أنا بالخلقة. لأنه الدنيا شتي ورعد عندكم وما حدا حيسمع. قصدي الرصاص مش لقلنا، مش لأهل بيروت يا سداليا. حلوة منك، حلوة منك أم خالد. أول شيء اشتقت لك كتير 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 والله. وأنا كمان كيف هالبلد بغيابه؟ لا والله ناقصنا كتير يا أم خالد. بس ليك أم خالد، بدي أعرف شو عم تعملي بالسعودية، مع أني مش غريب عليك تزوري السعودية، السعودية حبيبة قلبك. وبدي أقول لك شغلة تانية، أنت وين بالسعودية هلأ بالضبط؟ أنا بجدة. بجدة. شوفي صحيح أنه الدولار صار 90,000 عندكم وما في رئيس، وسامي جميل صار يقول كلمة سرماية، مش معقول كثير تبهدل البلد من بعد نصر داليا. شفتي أفطر حريري إفاك؟ شفت جماعة البرتقال شو عملوا بالبلد؟ كل العالم الليمون بيفيد وبيعطي مناعة إلا بلبنان جبلنا مرض. شيلينا من سيرة هون هلأ سداليا. طيب أنا بشيلك، أنا بحكي بالسيرة اللي أنت بدك إياها يا أم خالد. بدر الدجا نازل على لبنان يا سداليا، طلع أقول إن الرئيس سعد الحريري رسميا نازل على بيروت ب 14 شباط، وما نازل يوم واحد لا. نازل أربعة أيام ثلاث ليالي شامل الفطور والترانسبورتيشن. ما تخافوا مش نازل على البيجاسوس. خلص هو البيان إجا هيك، ما تسأليني ليش سداليا. أنا من على هذا المنبر بدي وجه رسالة لجمهورنا ببيروت والجنوب والبقاع وعكار، من هلأ بتجهزوا لي حالكم لـ14 شباط. لا أشغال لا مدارس لا تيك توك ولا أكل خاها. بتنزلوا أعلام طيار المستقبل عن التدخيتة، واللي نسي كيف شكله العلم أزرق سماوي وعليه شمس بيضة على جنب مش صفرة. مش تضيعوا هلأ وتجيبوا لي علم الأرجنتين تبع المونديال. شوفي من هلأ عم قولكم
بدنا نسكر ساحة الشهداء، بدنا نحاصر الرئيس سعد الحريري تحت ونقول له سعد 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 ما تغيب عنا بعد، وما حدا يقول لي عم تتهور يا أم خالد. بدي اتهور، نحنا ما بدنا نعيش ببلد ما في بقلبه سعد الحريري، ونقطع على السطر يا سيد داليا. خلاص لا بدنا جماعة جعجع ولا جنبلاط ولا أشرف ريفي ينزلوا معنا، هون الزقيفة يلي بيطعنوا بالظهر خلصنا منهم، بدنا جمهور أزرق صافي بالملايين بساحة الشهداء سيد داليا. هلا كله عم يدقل لي، بتعرف شو عم يسألوني سيد داليا؟ كلها اتصالات. هلا من لما أعلن إنه نازل على بيروت تليفوني مهدي. إيه شو عم بيسألوك؟ هل الرئيس سعد الحريري رح يرجع على السياسة أو جاي زيارة؟ يعني شو هالسؤال التافه هيدا؟ جاي ثلاث ايام شو بده يعمل فيهم؟ يشطف بيت الوسط وياخذ جات حلو لعمته بهية؟ اكيد لا. عنده مقابلات ولقاءات سياسيه بس دخيل اجراك يا شيخ سعد. طريق الرابيه والبترول مثال اياهم هول، هول الجماعه مغضوبه عليهم ها، واصلا اذا انت قابلتهم ما رح تستفيد بشيء لانه بطل معهم حدا يا شيخ سعد. اخ اخ يا سيد داليا شو اشتقت انزل على ساحة الشهداء، اخ شو اشتقت انزل ب 14. طب يا ام خالد قليلة. ام خالد انت رح تنزلي معه؟ ممكن وممكن لا يا سيد داليا. ليه؟ حسب القرار يلي الشيخ سعد بيطلقه ونحن من نفذه سيد داليا. معقول الشيخ سعد يطلب منك انك تضلك بجدة وما تنزلي ما تكوني موجودة بالذكرى؟ شوفي أنا أمنياتي ما بتسمح لي أني أحكي هيدا الكلام، يعني يا بتشوفوني على التلفزيون يا ما بتشوفوني، غيرك ما بقدر صرح سيد داليا. لا بيكفي عطيناكم أنه الشيخ سعد نزل، يعني أم خالد نزليت؟ أخ اشتقت هيك نط وصرخ عليه بساحة الشهداء والله يقبرني ضقنك يقبرني شعراتك يقبرني زرائك يقبرني طولك، وهالسكيورتي ينط علي انه يقولوا لا عيب قدام الناس تبدالي. طيب يا ام خالد على امل انه نحن كمان نحظى بحضورك هون بلبنان مع إن شاء الله. الشيخ سعد يا رب ان شاء الله. بالنهايه بالنهايه تبدالي بدي اوجه له كلمه لحبيب قلبي للشيخ سعد. انا مأكده انه هالظلام رح يندثره يا شيخ سعد، ويحل محله فجر جديد على لبنان الحلو، ونقعد أنا وإنت ببيت الوسط نأرضي لقطف لك عنب وطعميك من إيدي الحلوين يا شيخ سعد، ويجي الأمن يقولوا لك جبران باسيل ناطرك برا وتعمل لهم هيك بإيده، خليه يستنى قولوا مشغول آي مبسوط يا شيخ سعد يا رب. آمين يا رب. شكرا على حضورك معنا يا ام خالد. سي يو سون ماي لوف سي يو سون. اكيد ام خالد. مشاهدينا بريك ومنتابع. اجمالا بالحياه ما فيك تلاقي شخصيه يتفق عليها الكل، يعني يلي جماعه بتعتبره بطل بيكون عند غيرهم يعني غير جماعة، أوكي؟ غير هيك حتى الأنبياء اختلفوا على نبوءتهم، ويمكن نحن كلبنانية بنعرف أكثر من غيرنا بفن الاختلاف. اللي بيكون زعيم ورمز نضال عن جماعة بيكون خاين وعميل عن جماعة تاني. العهد نجح، أما هذا العهد القوي حرق ديننا، حرق دين البلد. اشتهرت أسماء كتيرة من أول الحرب على غزة لليوم، ومنهم سعادة اللواء الأردني فايز الدويري. والدويري محلل عسكري اكتشفته قناة الجزيرة. لقد كنت متأكداً واليوم مقتنعاً أن دويري مقاول من الدرجة الأولى على شاشة الصفقات المعقودة. والذروي لإله كانت ب 25 ديسمبر الماضي، ويومها فايز الدويري صار تاني أشهر شخصية بهالنهار بعد بابا نويل، لما ذكروا أحد مقاتلين القسام بفيديو شهير هو وعم بيقول حلل يا دويري. المقاوم يلي قال هيدي العبارة مهند رزق جبريل استشهد من كم يوم. وبعده استشهد المقاوم عاهد أبو ستة صاحب أجمل جملة إذا بتتذكروها، ولعت ولعت. هول الأبطال الشباب للأسف ما عرفنا شكلهم ولا أساميهم إلا أموات.
رح استذكرهم العمر كله عن شباب حبوا أرضهم وبيموتوا فيها وما بيرضوا حكم الندل حتى ولو على أرواحهم. شباب قبل فترة كانوا عايشين حياة هيك مثلنا كلياتنا، عندهم عيالهم وأصحابهم وبيظهروا وبيضحكوا وبيبكوا وبيلبسوا تياب حلوة على فكرة. الدويري فإذا محلل كان عم بيتم متابعة تحليلاته حتى من المقاومين بغزة يلي تم تخصيصه بالعبارة اللي حتى صفحة مقاتلي القسام اختارت تنشرها بدل من حذفها بالمونتاج. هذا الفيديو أظن هنالك دعوة لك للتحليل. سأحلل فايز. حلل يا دويري سأحلل. إيه هلا حلل يا دويري. واليساري فطول وطير يا طيري. بعد هاي العبارة تتوقع عند المقاومة أو المحور بشكل عام يكون عم يمدح فايز الدويري؟ بس إرضاء جميع الأحوال محال. انقلب فجأة محور البحر الأحمر والفرات على فايز الدويري بعد سلسلة تصريحات أعلن بإطلالاته لما قال أنه ضرب الحوثيين لناقلة النفط كان غير حكيم ورح يؤدي لتلوث الشاطئ اليمني. التيارات المائية السفلية التي ستلوث شواطئ اليمن كاملة. والثاني لما حكى عن الضرب للقاعدة الأمريكية بالأردن، هل إذا سقط في الأردن أن الصاروخ انحرف عن مساره؟ وعن ميليشيات تهريب المخدرات وسلاح على الحدود. وإذ فجأة صار الدويري متخاذل وجبان مثل شريف خيري، خائن عميل. يا جماعة صلوا على النبي، ما احنا كنا كويسين. هو حصل ايه اللي صار؟ انه لتكون مع حماس بغزة بدك تكون مع الحوثيين باليمن ومع حزب الله بلبنان ومع الحشد الشعبي بالعراق ومع النظام السوري. تعالي معي. والفرقة بجيبي حسبهم لمين؟ يعني بيجوا هيك باكج مثل موفق وحكم الحكيم. حلل يا دويري يا دويري حلل للبشاير علينا تهلي. أو مثل إنه ما في مد بلا جزر، أو ما في ورد بيطلب مي، المي بيبقى سكوت هيك يعني. بس الفكرة إنه هون بدنا نسأل ليه حماس؟ شو كان موقفها من النظام السوري مثلاً؟ ليه؟ بين البعض كان يقول من حماس، من قادة حماس، بأن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا. كيف يقفوا معنا؟ بتصير عميلة إذا كانت بغير موقف؟ كيف إنه ما بيكفي تقول إنك مع الحزب بالمقاومة وضده بالسياسة؟ هن هيك عم بيكونوا مع الدويري بغزة بس ضده بالبحر الأحمر وبسوريا. مش طايقة أشوفك لكن أنت وحشتني وبشك فيك. إذا بتعملوا سيرتش على تويتر لكلمة الدويري بيطلع لك يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي، يعني يا أما ناس عم تمدحوا يا أما ناس عم تشتموا بوقت للأسف للأسف المطلوب التركيز فيه يكون على اللحمة. ها شو صار فجأة ولين قلبوا عليه وشو ممكن يعمل ليصلح الموقف؟ للأمانة ما بنعرف، لو بعرف كنت قلت. وائل الدحتوح ومعتز العزايزة طلعوا من غزة كل واحد لسبب، رغم أنه بنهاية المطاف خلفية السبب هي ذاتها. وائل توجه للدوحة ليعالج إيده المهددة بالقطع، فات على المستشفى وطلب الدعاء. وعليكم ورحمة الله وبركاته، نتجهز للدخول لغرفة العمليات. وواضح أنه الإسرائيلي هدد قناة الجزيرة أنه إذا بقي وائل بغزة مش رح يحصل طيب ورح يستهدفوا آخر حبة من عنقود عائلة الدحدوح. هالمرة قالت الجزيرة شو؟ معليش معليش. بس مين بيخلصنا من تعليقات المعلقين والناشطين والمفسرين للغة الجسد والإيدين والحواجب؟ شو هيدي الميديا لمرتي؟ الزلمة استشهدت عائلته وأحفاده واستشهد رفيقه سامر أبو دقة على إيده. كيف قلنا عين نفسر خروجه بعد كل التضحيات يلي قدمها على مذبح غزة والإنسانية إنه عبارة عن فعل استسلام أو رضوخ للمحتل أو تراجع؟ كيف ممكن ننسى إنه 110 أيام قضاهن وائل الدحدوح تحت القصف والضرب والصواريخ الإسرائيلية وفوق منا خسارة عائلته عن بكرة أبيها؟ شو يا جماعة؟ شو؟
شو هو الموت هدف بذاته أو إنه وسيلة للحياة. أما معتز، تعوا لنحكي عن معتز يلي صمد أكتر من 100 يوم. كمان الزلمة إله حق يترك غزة لأسباب قال إنه منعرف جزء منه وجزء تاني ما منعرفه، واللي ما منعرفه أكيد إله علاقة بتهديدات إسرائيلية حكي عنها بتغريداته الأخيرة، بالإضافة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي أفراد من أقربائه واستشهادهم بشارع العزايزة بدار البلح. فإذا واضح أنه أصابع الاحتلال وراء الخطوتين والتهديدات الموثقة بالصوت والصورة والقنابل الفوسفورية هن أهم دليل. وهيدا الشيء على فكرة لازم يفرح الكل، لأنه هالخطوة نجت أهم المصورين اللي وثقوا أخطر إبادة جماعية بالتاريخ، وكاميرات وائل ومعتز صارت أهم دليل وشهادة شهادة لأكبر المحاكم الدولية سواء بلاهاي أو بغيرها. حال الناس هو حالي، مكسورين، مجروحين. يا جماعة بيكفي أنه في 18 مليون بيتابعوا حسابات معتز وبيتابعوا من خلالها المجازر الإسرائيلية على مدار الساعة. مش أحسن ما أنه يتحولوا هال 18 مليون لناس عم بينعوا معتز وتتسكر حساباته لأبد الآبدين؟ خروج وائل ومعتز من غزة مكسب وانتصار لكل حر دعم فلسطين، ومكسب للتاريخ والأجيال رح تولد وبعد فلسطين هي الجرح يلي ما بيتسكر. حالة النزوح اللي بيعيشوها الناس حالة مؤلمة جدا. خروج وائل ومعتز من غزة حق لإلن وواجب على كل حريص على سلامتهم، لأنه سلامة القضية من سلامتهم، ولأنه هن خزان الذاكرة يلي رح يبقى مرجع وشاهد لعشرات السنين لقدام. We're sorry, but inshallah, hopefully soon come back and build. يمكن إسرائيل نجحت بإبعاد أهم شاهدين من مسرح الجريمة غزة، بس شاهد على قيد الحياة أفضل من 1000 شاهد تحت التراب. يعني نجاة وائل ومعتز قوة مش ضعف، وأهم وسيلة لأهم مبدأ بالقانون بيسموه حماية الشهود. رغم أنه معتز ووائل رح يبقوا شهداء أحياء ليوم القيامة، وإلا بتموت الشهادة مع الشهادة. يا جماعة مشاهدينا، ما في شيء هيك بيقطع مع كيمو عادي. هلأ في خبرية ضاجة فيها الدنيا اللي هي قصة تايلر سويفت والذكاء الاصطناعي. بكل الأحوال كيمو هيدا الموضوع شغله راسه، نزل طبعا مثل العادة على الشارع، سأل الناس ورجع بأجوبة. هلأ شو سألهم شو الأجوبة نعرفهم أنا وياكم سوا. شو ها؟ عم وين وصلنا؟ استغفر الله على المشاهد اللي ما بلازم نحضر. سلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وين ما عم تحضرونا. مثل ما بتعرفوا تعودنا نحكي عن الـ AI واللي هو الذكاء الاصطناعي، كل مرة كنا عم نحكي عن إيجابياته، فاليوم قررت أحكي لكم عن شغلة سلبية عن الـ AI. هيدي الشغلة أدت لخربان بيوت، طلاق، دمار، فضايح كتير كبيرة. هيدا البرنامج اللي ما بيعرفه مبروك الجنة. هيدا البرنامج الأزرق طلع مثله مثل الأزرق. مهم، هيدا البرنامج له كتير إيد كبيرة بالمواضيع اللي ذكرتها قبل، لأنه هيدا البرنامج كنا فاكرين إنه هو برنامج آمن وفينا نبعت صورنا عليه وفيديوهاتنا، بس طلع أبدا مش هيك. هيدا البرنامج طلع فضايح، عم ينتشروا صورنا وغراضنا وخبرياتنا وكل شيء عليه لبرا. ومش بس هيك، الـ AI له إيد كتير كبيرة بهيدا البرنامج إنه يشلح العالم. ايه والله عم يشلح العالم يا اخواتي، يعني بتبعت صورتك عليه عادي طبيعي بالتياب، بتدفع مصاري بيطلع لك صورتك بالزلط. ايه والله، امشوا نشوف رأي الشعب اللبناني بهذا الموضوع، عم يستعمل التليجرام او لا؟ اذا بلا تياب حلوة واحد يطلع. ها؟ ها؟ كيف؟ انا تليفون ما عندي. الشيء اللي بضرنا بنحاول انه نبعد عنه. ما تستعمل عنه. شو يعملوا بدلها؟ خلينا على الواتساب. بركي صار بالواتساب هيك بعدين. نوقف الواتساب. كيف بنحكي؟ بنجيب حمامة زي وننتبه. بعدني ماني مقتنع انه عم بيشلحوا عم بيشلحوا. طب هات صورتك. فرجيني. طفي الكاميرا. إذا بتجي على اللون الموف أنتوا بتطرقوني كف اثنيناتكم. ضربوا. لا بنرجع بنعيد. يقبرني الله شو مهذبين.
إذا مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا الشعب اللبناني وأخيرا توحد على رأي واحد واللي هو إنه يمحي هذا البرنامج ويبعد عن كل شيء فيه وجع الراس، ومثل ما قال المثل وعود عن الشر وغنيل. كان معكم كيمو ناشر التوعية بالمجتمع، شوفكم بحلقات جديدة. أنا بصراحة مجهول نزلت التليجرام فت بجروب هلا أخو شليتي بشوفكم. ومع كيمو بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ملتقانا بجدد الأسبوع القادم، تضلوا دايما بألف خير.